نمبر 1 معاكم عصمت الشرقاوي. ايوه ملك جمال الشرقية. ازاي؟ زي السكر في الشاي. يعني ايه ملك جمال الشرقية يا ابني؟ يعني ايه ملك جمال الشرقية؟ له مواصفات. له مواصفات زي ايه بالظبط؟ ادي النضارة، قلعة النضارة دي مش اي حد يجلعها، والشعر السايح النايح. شعري سايح نايح، ما بحطش عليه ولا فازلين ولا فيتامين ولا بروتين. رباني خالص. رباني يعني الشعر ده رباني زي ما ابويا رباني. ازاي؟ كنت بجيب الجاز الابيض واقعد اكوت في شعري بالمشط الابيض. المشط الابيض اقول للناس تقول لك مفيش مشط اهو، واكوت ويبقى كده بالطريقه دي شعري بقى حلو وجميل سايح نايح. نازل انت ملك جمال الشرقيه صح؟ نعم ان شاء الله. جاي القاهره تعمل ايه؟ عشان اوصل للعالميه. عشان ازاي؟ عشان انا بحب. الله يخليك. فجيت لك من الشرقيه للقاهره عشان. ايوه بس جاي تعمل ايه؟ اوصل للعالميه. عالميه ايه؟ دي محطه مترو؟ امال ايه يعني ايه العالميه؟ ما هو حضرتك هي من الجمح الزازيق بنا واحده واحده القاهره بعد كده ان شاء الله رمسيس. جيت رمسيس بعد كده الله اعلم ممكن ايه اسكندريه بعد كده مش عارف اسماعيليه اليونان. فهبدا بقى ايه اتجول في المحافظات اوصل للعالميه. اوصل للعالميه ان شاء الله. اول حاجه عشان خاطر انا ملك جمال الشرقيه. ايوه بحتفل براس السنه الميلاديه. ايوه 2023 خلاص راحت السنه دي، راحت مطرح ما راحت. 2024 نقول لها يا مراحب يا مراحب، سنة سعيدة علينا وعلى الإخوة الأكبار. والحمد لله عايشين إحنا وهم بسلام وأمان وبناكل عيش مع بعض كمان. فين سؤال هو دي بتعمل إيه؟ وإيه دي؟ دي وردة بلاستيك. دي صفة من صفات ملك جمال الشرقية. وردة بلاستيك؟ ليه ما قلتش وردة بلدي ليه؟ ليه ما قلتش؟ عشان أبو جردان والغربان هيدخلوا منها ينتشروا، فانا عشان يعني ابو جردان ممكن يجي هنا. طبعا ابو جردان والغراب ممكن يجي ينتشروا. لو هي بلدي، لو هي بلدي فانا عشان صناعي. عشان انا ذكي وبفهم وعبقرينه جبتها. أيوة. بلاستيك. ولو الورده بلاستيك ولو اتعفرت بالمنديل بنضفها، وبالطريقه دي يبقى جيت روش. روش جدا. روش خالص ما شاء الله عليك. طبعا. ايوه بقول لك يا استاذه انا ملك جمال الشرقيه وان شاء الله اوصل للعالميه. بدأت ازاي يا ملك جمال الشرقية؟ كنت قاعد في الزريبة. الزريبة طبعا احنا فلاحين. طبعا. والمواشي ده حدانا في البلد عادي جدا. المواشي حدانا كتير. قوي. فأنا قاعد في الزريبة كده جالي إلهام. إلهام مين؟ إلهام مش إلهام مين؟ واحدة اسمها إلهام، لا. أمال إلهام مين؟ إلهام. إلهام بالنون. إلهام. إلهام بالنون. لا إلهام. إلهام بالميم. إلهام مين بقى؟ بالنون. مين؟ المهم ايوه لا يعني جالي حاجة كده في مخي. أيوة. ان انا اكتب قصايد. وبعدين؟ إيه؟ للجاموسة. وبعدين؟ إيه؟ حضرتك بتشرب لبن ولا لا؟ بشرب لبن افري دي وانا بشرب لبن طبيعي عشان كده انسان طبيعي خالص. الجاموسة. من الجاموسة. فعشان كده قلت ايه؟ بحبك من قلبي. ايوه ايوه وبشرب دي الجاموسة. لا طبعا وبشكر فيك قدام بهايمي. ايوه يا جماعة هيقول لكم قصيدة الجاموسة دلوقتي. اتفضل. بحبك من قلبي. أيوة. وبشكر فيك قدام بهايمي. أيوة. أيوة. أنت جوه العين والنني. أيوة. وبسرح في عيونك السود الكبيرة. أيوة. يس. أنت جاموسي وحياتي. مين دي؟ جاموسي وحياتي. جاموسة. اللي بالزريبة. اللي بالزريبة. أيوة. وبشرب من لبنك يومات. كل يوم. كل كوباية الصبح وكوباية بالليل أروي قلب العطشان وأقول مواويل. أيوة. لا حلوة. لا حلوة حلوة. طبعًا وفي حمار وفي زريبة. لا حلوة والله العظيم حلوة. بص بقى. أيوة. في حاجة مش عجباني بحبيت أتكلم فيها. إيه هي؟ وأنت يا متحرش يا اللي بتتزنك في المواصلات. ليك خوار. لو مالكش لك ام لك زوجه لك بنات اتجي الله. وانت يا اللي راكب اتوبيس اقعد على كرسي وهيس وبلاش تتلزق اصل يجي لك البوليس. المتحرش في نظري انا جبان.
زي وزي الانعام. احب اقول له ارجع قبل ما يفوت الاوان، ولو قال لك مال الجمال الشرقيه انتهى قول له ده عند ستها، خش اجيبك بم كده. القصيده خلصت؟ اه طبعا. انا عجبتني، بس في سؤال هنا. اتفضل. انت بتقول له الاتوبيس. اتوبيس. هنا السؤال، الاتوبيس خاص ولا عام؟ عام. ليه بقى؟ عشان بيبقى فيه زحمه كتير، ففي ناس بتخش وحشه، فبلاش. بقول له ارجع قبل ما يفوت الاوان يا جبان. الاتوبيس عام ولا خاص؟ مش هتفرق، اي اتوبيس وخلاص. عام بقى ولا خاص مش هتفرق. المهم ايه، بلاش الموضوع ده، بلاش يتعمل وخلاص. بس عرفني طيب بطاقه تعرف ليه. اتفضل. انت مين؟ انا مال الجمال الشرقيه. ايوه. في حاجه بتقول لك ايه؟ مخنوق متضايق زعلان كل بتنجان، في نسبه الحديد عاليه تخلي نسبه التركيز، انما ايه عاليه. امشي في طريق الله هتعيش مرتاح مدى الحياه، وكل اكل صحي جسمك هيفضل صحي. العب بالرياضه كتير. أيوه. هتمنع عنك التفكير. ايوه. عشان انا مال الجمال الشرقيه، انا مال الجمال الشرقيه، انا مال الجمال الشرقيه. الله. شكرا. انا مش عارف اقول لك ايه. بابيونا يا باشا، انا لابس بابيونا مش موجوده. لابس ايه؟ بابيونا مش بابيونا. بابيونا مش موجوده. ولابس ورده بلاستيك. ليه الورده دي بلاستيك؟ ايه رايك في دي؟ حلوه، بس ليه دي بلاستيك؟ دي بلاستيك لو دي يعني موقعها من الاعراب ايه؟ دي لو جبتها يا استاذ بلدي ابو جردان والغربان هيجوا ينتشوا منها، فانا عشان ذكي وعبقرينه فوق جبتها بلاستيك. ولو اتعفرت بالمنديل وبالطريقه دي بقيت روش. روش بقى. روش. نسمع والنبي قصيده الجاموسه. تاني؟ تاني، لان حبينا الجاموسه بتاعتك. حاضر. بحبك من قلبي. ايوه. الجاموسه. اه طبعا. اه. مش عيب ولا حرام. بحبك من قلبي ايوه، وبشكر فيكي قدام بهايمي ايوه، انت جوه العين والنني ايوه، وبسرح في عيونك السود الكبيره ايوه، انت جاموس الحياه، وبشرب من لبنك يومات كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، اروي قلب العطشان واقول مواويل ايوه. ملك جمال الشرقيه مش بس بكلمته، ملك جمال الشرقيه لرعايته لبيته ولاسرته. خش اجيبك بم مره ده. خش خش اجيبك بم بم. ده البم بتبدا وراها على طول. طيب اخر حاجه عايز اعرفها منك.